إذا طه آمين صنعت لنا نموذج، لماذا؟ إذا هذا النموذج خاص بماذا؟ بالرئتين، التنفس. رئتين أو بالجهاز التنفسي. كيف صنعت هذا النموذج يا طه؟ بقرارة قرارة بلاستيكية حجم كبير، حجم كبير، و بالونات. بالونات، بالونين يمثلان ماذا هذين البالونين؟ رئتين. جيد. الشرب. أنبوبين. الشرب يعبران على ماذا هذين الأنبوبين؟ العصابة الهوائية. يعبران على المجاري التنفسية. لنتذكر معا أهم مكونات الجهاز التنفسي. أولا الفم والأنف، ثم منجورة، ثم قصبة، ثم بعد القصبة الهوائية ماذا يأتي؟ كم من شعبة؟ شعبتين هوائيتين، ثم بعد الشعبتين الهوائيتين تأتي شعيبات هوائية. تنتهي الشعيبات الهوائية بماذا؟ الحويسلات الرئوية. والحويسلات الرئوية تحتوي على جيد تتكون من الأسناخ الرئوية. جيد. طه أمين، ماذا يمكن أن نعتبر السنخ الرئوي؟ السنخ. ماذا يحدث على مستوى السنخ الرئوي؟ ينتفخ عند يمتلئ بالهواء بعد عملية الشهيق. عملية مبادلات غازية. مبادلات غازية تنفسية. الغازية التنفسية. مبادلات الغازية التنفسية. جيد. إذا هذا بالنسبة لنموذج طه آمن.